Hello everyone, my name is Rashid Hamal. I lived in America and practiced English for 25 years and would like to share this wonderful experience with you ladies and gentlemen. So please don't forget to subscribe to my YouTube channel. اسمي رشيد همال. حبيت نشارك معكم التجربة هذه نتاعي في الميدان في أمريكا لمدة 25 سنة باش نتعلموا مع بعض الإنجليزية بالدارجة والقبيلية والفرنسية. ما تنساوش من فضلكم تسجلوا في القناة نتاعي وتابعوني في يوتيوب. شكرا فان ميرثن ون ميرسي بوكو دي فوز انسكريير ا ما شان يوتيوب. هاي everybody, if you remember the last time we spoke about numbers, المرة اللي فاتت هضرنا على النيميرو وقلنا بلي تحفظوا من 1, 10, 13. بعد 13 we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. بعد 13 قلنا نزيد لهم كاع إذا شفيتو teen, 13, 14, 4, 10 إلى آخره. نهذوك لا 3, 4, 5, 6, 7 زيد لهم 10 باش حتى نوصلوا ل شكون أبل 20. هذا 20. بعد كاع هذو نزيد لهم تي واي 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 حتى نوصلوا 100. إذا شفتوا 100 هو 100. هذا 100. بعد 100 نقولوا ثاني 200, 300, 400, 500, 600 إلى آخره حتى نوصلوا 1000. كما قلت لكم نكتبوا له دي 1000 مي ما نطقوش نكتبوا 1000 بعد 2000 3000 4000 5000 الى اخره حتى نوصلوا 1 مليون 1 مليون 1 مليون a million, 2 millions, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million الى اخره حتى نوصلوا 1 billion 1 billion 1 billion. بعد 1 trillion 1 trillion. دونك 100 1000 1 million 1 billion. بعد 1 trillion. هلا هذا سي تري تري سامبل. اذا بديناهم من 1 2 3 حتى 13 ومن بعد ابري كاين سهل الدعوه. داكور درك نعلمكم حاجه جديده في الشيفر. حاجه جديده في الشيفر هي كما المراتب كما يقولوا. كي يوصل مثلا نديروا ان كورس هذا ريس اون انجلي ان كورس هذا مسابقه ولا سباق هذا اسمه ريس. مسابقة ولا ريس
c'est la course en français هذا دونك الرئيس هذي كي يوصل واحد البرمي ما نقولوش he's one ايوا نقولوا هي هو الاول الاول هو سكون ابير اون انغلي first first he is first هذا من بعد لو دوزيام كيفاش يقولوا لو دوزيام يقولوا he is second دوزيام هي سكند الثاني دوزيام هذا في المراتب مثلا في القسم ديال البرومييه كاين البرومييه كاين الدوزيام كاين الثروازيام هذا نستعملوا كلمه فيرست تنطق هذا فيرست سكند فيرست second من بعد كاين شكون ابل ثالث هو third هذا كاين first كاين second كاين third من بعد كاين يكتبوه بطريقه هذه مثلا يقول لك هذا واحد من بعد يدير اس تي هذا واش يقصد به يعني واحد والاس تي هذه من فوق يقصد منها first يعني الأول هذا من بعد هنا واش يكتبوا يكتبوا رقم 2 من بعد يقول لك ان دي يعني second 2 مع ان دي من بعد third هذا واش يكتبوا 3 ار دي دونك في فيرست هذا يكتب اس تي رقم 1 زائد اس تي سكند يكتب رقم 2 نيميرو 2 زائد ان دي ومن بعد ثيرد يكتب 3 رقم ار دي ار دي هذا منين جابوا منا ثيرد ار دي ان دي هذا منين جابوا منا ان دي اس تي هذا جابوا ثاني منا دونك first second بعد third هذا بعد first second third نبداو دوك fourth نبداو fourth هاولي fourth دقيقه اسمحوا لي fourth هذا نكتبوا هكذا 4 4 f t h تكتب هكذا بطريقه هذه 4 F. Four F. فلقى رقم أربعة four ونزيد له th. من بعد fifth خامس نكتبه هنا ثاني fifth. إذا شفتوا fifteen نحو تين هذه كرجوها th. يعني المرتبة الرابعة هذا نيفو 4 ولا نيفو 5 الى اخره وهذه المرتبه الخامسه من بعد 6 هذا تكتب نفس الشيء 6 كما راكم تشوفوا ثاني تي اتش 6 كما راه زائد تي اتش 5 كما راه زائد تي اتش 4 كما زائد تي اتش هذا ونروحوا هكذا نبطوا كاع هكذا 6 7 8 9th got th huh? got th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th and 20th and بعد كي نولي بعد 20 ولينا المرتبه رقم 21 ولينا الواحد هذاك الواحد هذاك كما شفتوا كيفاش قلنا الواحد كان اس تي واحد هذا دونك ولينا 21st ST هذا بعد الاخر دوزيام 20 ND 22nd 22nd بعد الاخر 23rd
بعد نبداو ثاني نبداو تي اش ثاني تي اي 24 هذا دونك في المراتب هذه عندنا برك اربع حوايج نتعلموهم من اربع حوايج هذو نطبقوهم على كل الارقام على كل المراتب اس تي عندنا اس تي عندنا ان دي وعندنا ار دي وعندنا تي اتش واش عندنا الملاهي كما قلنا كان اربع حوايج نحفظوهم هي اس تي هذا وعندنا سكند يعني ان دي هذا من بعد عندنا ثيرد هي ار ار دي من بعد الاخرين كاع تي اش ولاو نونجلي اسمهم تي اتش دونك فيرست سكند ثيرد فورث فيفث سيكست سيفنث ايث ناينث تنث الفنث توالث ثيرتينث حتى توانتيث توانتيث من بعد نوليو ثاني توانتي فيرست توانتي سكند توانتي ثيرد توانتي فورث توانتي فيفث توانتي سيكست توانتي سيفنث حتى توانتي ناينث من بعد ثيرتيث نوليو ثاني كي نوليو واحد 31 يعني 31 30 first 30 second 30 third 30 fourth 35 36 37 38 39 40 حتى 41st 42nd 44th 43rd 44th دابا صافي نحفظوا بك الحوايج هادو اس تي ان دي ار دي تي اتش من بعد كاع نديرو تي اتش تي اتش حتى نوليو رقم واحد ثاني هبا كيما هنا 21st من بعد 31st من بعد هنا 41st هبا من بعد هنا 22nd 32nd 40 second بعد هنا ار دي واش نديرو 20 ها واش نديرو اس تي ام دي بعد هنا 23rd 23rd ار دي بعد هنا 33rd ار دي بعد هنا 43rd ار دي ثاني هذا بعد هنا هنا 23rd معناها شنو 24th تي اتش بعد هنا 34th تي اتش كما قلنا تي اتش ار دي ان دي اس تي اس تي ار دي ان دي ار دي تي اتش هذا بعد 34th بعد هنا 40 40 واش شفتوا عليها تي اتش تي اتش هنا ثاني كيف كيف 44th من بعد 54th 64th 74th الى اخره الى اخره هذا دونك هادو هما لا باز تاع المراتب اس تي ان دي ار دي تي اتش هاي لك فيرست ليم تلقاهم ما قلت يكتبوهم مثلا اونجلي هكذا First يقسم معناتها المرتبة الأولى Second مرتبة ثانية Third المرتبة ثالثة Fourth المرتبة الرابعة وبعد المرتبة الرابعة قاع يكون TH 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 كما TH 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 حتى نوصلوا 21st بعد 22nd بعد 23rd بعد 24th نبدأ ثاني 25th 26th 27 حتى نوصلوا 31st 32nd 33rd 34th لا باز تاع هذا كيما قلت لكم يا اس تي ان دي ار دي تي اتش نتمنوا بلي الدرس هذا يعجبكم هذا سي فو زافي دي كومونتير اذا عندكم دي اقتراحات ولا اي حاجه بوم في تحت الفيديو
انسكريو سيل فو بلي على ما باج يوتيوب. جو فو رمرسي انورميمون. نشكركم على التشجير تاعكم في لا باج تاعي تاع يوتيوب. تقريبا كل يوم ولا يومين ندير درس صغير كيما هاك على مختلف الاشياء، مره السبوره، مره الحيط، مره الطابلو، مره كذا، باش نتعلموا لا كومونيكاسيون اون انغلي. بارك الله فيكم.